وناسيون شيطان له ذيل. لا يمكنه للبشرية أبدا أن تتعايش معه. الذل مكتوب عليكم والشقاء يا بني صهيون. يا شر البرية، يا قرودا همجية، يا خنازير شقية. تستمر فيهم هذه الجينات الخبيثة وهذه الصفات اللعينة المستقذرة، ويتوارثونها كابرا عن كابر. لا يوجد إفساد عالمي إلا هم خلفه. حارب اليهود ونقتلهم، نقدر عليهم. هؤلاء هم يهود دائما يتآمرون على البشرية في آخر الزمان، أن المسلمين يتقاتلون مع اليهود، نحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا.